ومرة عيطت لي قالت لي يلا تحرق الدارك ما تقوليش حنا راه خوك باغي يحرقها وغادي ديري لي تصاوري في الفيسبوك وغادي تشوهني وغتحرقوا هذيك الدار في الفرح غنحرقها. كنت فاجئ الربعة وربع انا خرجت غدا المطار 4:48 دقيقة يعني قول 28 دقيقة باش تحرق الداري وانا في المطار. هو جالس معايا والحمد لله انه ما قتلنيش كيبات معايا كنخلص لي 4000 ريال باش ينعس معايا الا كنت هنا في المغرب. السلام عليكم، انا مواطنه مغربيه كنعيش في فرنسا وفجاه كنت جيت المغرب وغادي نمشي لا فرانس في الليل الا كنت فاجئ الجيران كيعيطوا لي كيقولوا لي دارك تفرقعات كاين دارت البوطات تفرقعوا كلهم اللي كاينين في الدار وانا غادي نركب في الطياره ما عرفتش واش الطياره تسد عليا الباب ما نقدرش ننزل. مشيت حتى لباغي ورجعت درت 3 جوغ خديت ولدي ورجعت الا كنت فاجئ الدار كلها النص ديالها مشى واتهموا بعد واحد المتهم ولكن هو ما عنده حتى شي علاقه بهاد الجريمه اللي داروها في حقي. كنت فاجئ بان عائلتي هو اللي ان اولاد الاخ ديالي هما اللي كانوا السبب ديال هاد الحريق منهم الاخ ديالي وولاد خويا. انا قبل كانت تهديدات من 2012 فاش كانت الوالده في الحياه انها لقات بوديزه ليسانس في داري ولقات جوج بنوات وصندوق نتاع الوقيد وبشات جابت الشرطه القضائيه. هذا اول تهديد كان ليا كانوا كيهدوا كي جات الشرطه القضائيه دارت الاجراءات ديالها ومشات. ومن بعد كانت البنت الاخ ديالي هداتني في 2015 وهداتني في 2017 ودرت بها واحد البلانت وما كان حتى شي جواب ليا لانني انا سافرت والمهم كنت درت بلانت باش اموال وقعت شي حاجه راه هي. ومره عيطت ليا قالت لي يلا تحرق الدارك ما تقوليش حنا راه خوك باغي يحرقها وغادي ديري لي تصاوري في الفيسبوك وغادي تشوهني وغتحرقوا هذيك الدار في الفرح غنحرقها. يعني كانت تهديدات يعني قبل كما قالوا لي ان هاد التهديدات راه كانت مسبقه لك ولكن الوقت اللي جا ديال باش تنفذوا هاد العمليه راه تنفذات في جوج نوفون في جوج فبراير. كنت فاجئ الربعة وربع انا خرجت غدا المطار 4:48 دقيقة يعني قول 28 دقيقة باش تحرق الداري وانا في المطار. انا راني غادي راني نركب في الطيارة الا كنت فاجئ الجيران كيعيطوا لي كيقول لي واش انت في الدار كنسحبهم انا غير كيهضروا معايا قالوا لي دارك تفرقعات. ما عرفت كيفاش ننزل من الطيارة باش عشت واحد العذاب وانا غادا في الطيارة. الرعب اللي غادا فيه وانا غادا في الطيارة ما يمكنش شي انسان كيقول دارو كتفرقع وشنو السبب وانا ما مشيت تسدد داري وامنتها وعدي الكاميرات. وكنت فاجئ بالاخ ديالي مقطع لي الكاميرات كلهم والدي في ايغ كيقول لي راه ما غيخدمش لك واخا تديه حتى للشينوا. والتهديد اللي هددني هو كيقول لي واش الولد ديالي يجي عندك ولا لا. قلت لي لا ما يجيش عندي. قال لي صافي بلا ما يجي. قلت لي بلا ما يجيش غيوقع. قال لي دابا منين هكا صافي سيري في حالاتك. جا دار العمليه ديالو في داك النهار وطلب من الاخ ديالي اللي هو مريض عطيتو الساروت كان غيفتح على المراره. قلت له هاك الكلي باش تجي ترتاح في الدار الفوق. مشى عنده قال لي واش اختك مشات. قال لي مشات. قال لي اعطيني الساروت ديالها. قال لي لا. فاش رفض الاخ ديالي يعطي الساروت ديالو جابهم وجاو في الكاميرا. فاش جا التكنيسيان وبقى كيحاول وانا الدي في ايغ واخا قال لي ما غيمشيش ركبته. كنت فاجئ فاش كنخدم الكاميرا ومع التكنيسيان وهو جالس هذا الاخ ديالي والشيفور ديالنا والصديقه ديالي جالسين كنتفرجوا كنشوفوا جوج جاو دقدقوا الجاج ديال الدار كلها نزلوا من القدام وهو من الكراج طالع بالكابيش. كنتفاجئ كيقولوا لي راه شخص باين هذا الشخص اللي راه هو دايز هو الاخ ديالي طولا وعرضا والمشيه وكلشي. كنعرف الاخ ديالي عايش معايا كنوكلو كنشربو كنصيفط ليه المصروف ديالو حتى كل سيمانه كنضطر وعدي البروف باش كنهزو ولكن هو منتقم. هو جالس معايا والحمد لله انه ما قتلنيش كيبات معايا كنخلص ليه 4000 ريال باش ينعس معايا الا كنت هنا في المغرب. خاصني نعطيه باش يصرف على ولادو وليه هو باش ياكل باش يشرب. مشى شرب قرعه وجا دار لي هاد العمليه. هادي راه في حقي ديجا هادي راه في حقي جريمه. دابا المتهمين راهو مادو راه ما يمكنش شي واحد عارفني انا غادي نخرج مع الربعه وربع والربعه و 28 دقيقه يجي. ما يمكنش شي واحد راه هو عنده علم بانني انا غاده ومعاش غاده وتلاقيت مع مرته في الزنقه وقالت لي راك غاده وقلت لها اه. وهو عيط لي قال لي واش يجي عندك ولدي تدوري معاه. قلت ليه لا ما يجيش عندي دابا جوج الليل ما يجيش عندي الوحده ونص جوج. قال لي ما يجيش بلا ما يجي. قلت ليه بلا ما يجي بهذه الطريقه. قلت ليه بلا ما يجيش غيوقع. قال لي دابا بلا ما يجي وهددني يعني هذا تهديد كونوا ما يقولش لي بالسلامه ولا. قال لي دابا غير سيري في حالك صافي سيري زعما كوني هانيه اش غيوقع لك. وهادشي اللي وقع يعني كنت فاجئ ان داري كلها تحرقت النص ديالها الا كون ماشي الجيران والبوطات.
الجيران هربوا كيسحبوا الزنزال، وكنت فاجئ الغد لان انا نهار 9 سافرت، نهار 10 كتعيط ليا الزوجه ديالو كتقول لي بصح عندكم الزنزال في باغي. واش دابا هادو ما عندهمش علم بانني انا تحرقت وكيقولوا لي راه عندك زلزال؟ وهاد بنت خويا اللي كتهددني راه مصيفط لبنتي ميساج، انا من 2023 ما كنهضروش معاها، وداك النهار بالضبط انا مبلوكيها، تعيط لبنتي وتمسح الواتساب. اش غتقول لي في الليل؟ انا وصلت مع نهار 9 في الليل، هي 8 الليل معيطه لبنتي وما جاوبتهاش وصيفطت لها اوديو ومسحاتو وما كتعيطش لينا وما عندناش التواصل معاهم. الاخ ديالي كان كيجي عند باهم بات الدراري اللي داروا لي هاد الجريمه، وما جاش عندي فاش تحرقت وما سولش عليا اش وقع. غريبه القضيه زعما هذا موضوع. ونهار سمعني نزلت جيت المغرب نهار 15 في شهر 2 نهار الشهر ديال الواقعه، انا مشيت نهار 9 ورجعت نهار 15. كنت فاجئ الراجل داو لوبيتال ديال موريزكو، لومبيلونس داتو، اش السبب اللي غيديو هذا الراجل؟ كان لاباس بخير غيسمعني جيت عارف الواقعه وكيقول لي ما عندنا لا حق، عندنا مشكل ورث. وريني انا سيدي هاد السيد علي داعياك، انا ما عندي حتى ورث معاك، اصلا امي ما عندها حتى ورث معايا، لا عندها شي حاجه عطيتو لي. قلت كنقول لكم واش انا داعي؟ الا داعياكم وجدوا لي انا باش تقولوا حقا غير على الورث تهمتنا، باش تعرفوا ما اش دايرين هما، دفعوها راه حنا كاع عندنا نزاعات وراثي. وريني هاد السيد عندنا داعياك علاش؟ واخا تكون درجه يعني، واخا تكون انا قايل عليك دارك، راه كاين المحكمه كاين القانون، انا هادي داري ديالي، انا هادي ديال ولادي، ما عندهم حتى علاقه بداري، هذه غير الغيره والحسد والسم والبغض اللي فيهم. دابا كنطالب بحقي، خصني ناخذ حقي، راه حقي انا مغربيه مواطنه وانا في بلادي ومغتربه وكنفرح لبلادي وكنجيب وكنصبت وكنخلص الضرائب ومأديه كل الواجب. سمعني خويا بدلت، بغيت ندير شركه، بغيت ندير مشروع في داري هذه لان انا ما كنستعملهاش كلها، وبدلت البلان ووجدت وكان معايا. فاش عرفني هذيك الفرحه اللي فرحت وخديت البلان ديالي وغادا قال اجي نحطمها، ما بغاتش تدور مع ولدي. وهذا راه ماشي اسلوب باش غادي يعاملني انا بحال هكا، راه لا يبغيه الله ولا يبغيه العبد كونه يحرقني هاد الحرقه انا ولادي.